معانا دلوقتي ضيفين عزيزين مسؤولين عن مدينتين مهمين جدا، مدينه العبور ومدينه الشروق اللي هم كانوا وما زالوا الحقيقه نموذج يحتذى به في المجتمعات العمرانيه الجديده. نشوف معاهم ازاي بيواجهوا التعديات، ايه الاجراءات اللي بياخدوها كمان، واحنا خلاص بدانا بالفعل بقى الشتاء وموسم الامطار ازاي بيتعاملوا مع هذا الامر. برحب بالمهندس جمال فهمي نائب رئيس جهاز العبور، والمهندس احمد مكي معاون رئيس جهاز الشروق. مهندس جمال، مهندس احمد، مساء الخيرات، اهلا بحضراتكم. اهلا بك فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخيرات يا فندم. ابدا مع المهندس جمال فهمي نائب رئيس جهاز العبور، واسال حضرتك يعني يمكن انا في المقدمه رصدت مجموعه من الخروقات اللي للاسف الشديد بعضنا واحنا جزء من المجتمع يعني ممكن نعملها، وبالتالي بتتحول او يتحول المدينه الجديده او المكان الجديد المجتمع العمراني الجديد الى مكان عشوائي لولا التصدي ليها ولولا جهود ازاله التعديات. ارجو حضرتك تقول لنا ايه ابرز التعديات اللي ترصدوها في العبور. والله احنا في اخر سنه ونص رصدنا حوالي 3300 قرار غلق و1500 قرار ازاله و60 قرار سحب. ابرز المخالفات هي تغيير نشاط الدور الارضي في الاحياء القديمه، الحي الاول والثاني وبعض الاحياء في المدينه، تغيير النشاط بتاعها من سكني لتجاري، محلات لورش، لمحلات تغيير زيوت، ده اللي بيسبب ازعاج للسكان. في اخر سنه ونص الجهاز بالتعاون مع اداره الامن وشرطه التعمير واداره التنفيذ واداره الاحياء عملت حملات مباشره على مدار ال 24 ساعه ايام العمل وايام العطلات الرسميه للقضاء على هذه الظاهره، والحمد لله تم السيطره على الوضع ده. برضو كان في من المخالفات الظاهره. طيب خليني مع المخالفه دي، خليني مع المخالفه دي، تغيير نشاط الدور الارضي. يعني مفترض الدور الارضي مثلا بدروم، تمام، بنلاقي بعض الناس عملته سكن بنلاقي بعض الناس عملته مغسله سيارات او مشحمه سيارات، هل ده يجوز؟ ونلاقيه فاتح وحاطط يافطه وحاطط اعلان والناس راح جايه عليه، هل ده مصرح بيه او لا؟ هل احنا منعنا يصرح لا يا فندم، لا مش غير مصرح بيه، واحنا قاضينا على الظاهره دي تماما في مدينه العبور في اخر سنه ونص، ووفرنا لهم اماكن بديله في منطقه، عندنا منطقه صناعيه اسمها الصناعيه ب وجيم، عملنا ورش بديله وسكننا الناس فيها للحالات اللي تستحق انها تتنقل هناك. طيب ده بالنسبة للنشاط، حضرتك بتقول إن الأنشطة دي لا ترخص، يعني الدور الأرضي سكني فقط مش مخزن، لا 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 ورشة ومش محل بقالة ومش سوبر ماركت ومش محل تجاري والحاجات دي خالص يعني. تمام، اتفضل يا فندم. حضرتك كنت بتقول كمان السطوح، الناس اللي بتبني وبتعلي، أنا بتزود غرف السطح عن المقرر طبقا للرخصة. انت عارف ان اي قطعه ارض لازم تطلع لها رخصه، بيتم متابعه تنفيذ الرخصه من خلال الادارات المعنيه بالجهاز، اداره التراخيص واداره التنميه، ويتم المرور عليها اول باول لتحديد النسب البنائيه المقننه طبقا للرخصه. فكنا بنلاحظ ان في ناس يا بتغير نشاط البدروم بتحوله من جراج او مخزن لسكن او زياده غرف السطح، فبالتالي كنا بننزلها اول باول الا الحالات اللي قدم تصالح اللي هي بتدرس في لجان دراسه التصالح في المدينه. طب احنا بنلاقي كتير ناس تقوم جايه يا فندم طالعه مثلا سايبه من السور بتاع الواجهه قد مثلا متر 2 متر ويبتدي ياخد السطوح كله يبنيه. السؤال هنا احنا ليه عندنا بيتساب؟ انا مع حضرتك، ولكن السؤال ليه بيتساب لغايه ما بيبني؟ لا ما هو احنا حاليا في اخر سنه ونص ما بنسيبش حد يبني اول باول، اي مخالفه بترصدها اداره الامن واداره الاحياء اول باول بيتم ازالتها فورا، لان قانون التصالح مغلق بقاله فتره، فلا يجوز تصالح على حاجه لسه هتتعمل. فكل الحالات المدروسه في قانون التصالح حاجات قديمه، انما حاليا غير مسموح باي حد بيعمل اي اجراء من الاجراءات دي، سواء بنا تعليه دور تعليه مخالف لرخصه او زياده غرف سطح او التعدي على الردود، استغلال الردود الامامي او الجانبي او الخلفي، غير مسموح عندنا في مدينه العبور تماما. السلاسل والحديد والناس اللي بتحط حديد قدام العمارات عشان تحجز اماكن السيارات دي بتتعاملوا معاها ازاي؟ موجوده في العبور برضو؟ احنا عندنا اداره اسمها اداره بس موجوده بصوره قليله جدا، احنا قاضينا على الكلام ده تماما، لان المفروض كل قطعه ارض لو هو مش لو عامل في الرخصه بدروم بيبقى في البدروم مرخص له جراج عربيه، لو مش مرخص بدروم بيبقى فيه مساحه من الدور الارضي مخصصه لجراج العربيات بتاعته.
فبالتالي برضو الظاهرة دي احنا بنقضي عليها تباعا يعني. طيب اروح للمهندس احمد مكي معه رئيس جهاز الشروق. اكيد هي نفس الظواهر يعني، اكيد نفس الظواهر برضو بتتكرر في العبور في الشروق في زايد في اكتوبر في مدن جديدة يعني، لكن بتتعاملوا معها ازاي في الشروق يا فندم؟ اكيد يا فندم، يا حضرتك لخصت كل المخالفات البنائية اللي موجودة في البداية. لا هو موجودة هو في هو, هو لسه التكاتك يعني، هو لسه التكاتك علي كمان يعني، هنجيلها لوحدها. لو تسمح لي عمري بيه دلوقتي في موضوع التكاتك، مدينة الشروق هي مدينة خالية من أي توك توك يعني، احنا يعني أي توك توك بيتسرب ده على فترات متباعدة جدا بيتم التعامل معه بمنتهى الحزم. مدينة الشروق بفضل الله خالية من أي توك توك، الحمد لله يعني، ده احنا يعني حاكمين السيطرة على الموضوع ده تماما. كويس الحمد لله يعني. كويس. فلو نعود لموضوع المخالفات يعني، هو موضوع المخالفات يعني هي مخالفات بنائية زي ما سيادتك تفضلت كده للسادة المشاهدين، فعلا هي زيادة غرف سطح عن المسموح به، وبرضه في الأنشطة اللي البدروم بيكون خدمي هم بيستخدموه سكني. ولكن حابب أضيف لحضرتك، هو قانون التصالح واقف لحد 30/6/2021، ففي طلبات متقدمة احنا بنتعامل مع القرارات اللي بتطلع لها قرارات إزالة. في خلال السنة اللي فاتت الحمد لله طلعنا أو استصدرنا 105 قرار إزالة، بالفعل نفذنا منه 60 قرار إزالة من خلال لجنة الإزالة بالجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية، شرطة التعمير وشرطة المرافق والجهات المعنية. وفي متابعة بصفة دورية ومستمرة من إدارات الجهاز، سواء إدارة الأمن سواء إدارة الأحياء، أي مخالفة بيتم رصدها بيتم التعامل معها يعني فورا، وبيتعمل لها إزالة فورية وتحويل المتسبب إلى النيابة العسكرية. طيب الجزء الثاني الحقيقة عايز أكلم حضرتك فيه طبعا، وأتكلم المهندس جمال فهمي بخصوصه في مدينة العبور وطبعا حضرتك في الشروق، فكرة المطر يعني دلوقتي طبعا في نسب أمطار خلاص حضرتك شايف ده، وامبارح كان حتى في كميات أمطار كتيرة. إزاي مجهزين يعني، إزاي العبور جاهزة، إزاي الشروق جاهزة لمواجهة الأمر ده؟ أبدأ مع حضرتك في الشروق باشمهندس أحمد مكي. والله يا فندم احنا ابتدينا من فترة كده، احنا بنبتدي الموسم الأمطار من فترة، تم عمل خطة محكمة بداية كده، نتكلم على كذا يعني جزئية في موضوع الاستعداد لموسم الأمطار. تم عمل خطة محكمة لتسليك بلعات الصرف الصحي وتطهير بلعات صرف الأمطار، فالحمد لله كنا عاملين خطة يعني من كذا شهر، والحمد لله انتهينا من هذا تماما. هنتجه الى جزئيه اخرى نتكلم عليها، تم رفع حاله الطوارئ في روافع الصرف الصحي. حضرتك عارف المنظومه ان بلعات صرف الامطار بتروح لروافع الصرف الصحي ومنها لخطوط الطرد على محطات المعالجه الموجوده في المدينه، فاحنا تم رفع حاله الطوارئ بدايه من تامين مصادر الكهرباء بالتنسيق مع وزاره الكهرباء ممثله في شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والحمد لله ان المصادر الكهرباء مؤمنة وفي تنسيق مستمر بيننا وبين وزارة الكهرباء. علاوة على كده تم المرور على جميع الروافع مش من دلوقتي، من فترة، اللي احنا نتأكد على جميع المهمات الموجودة في المنظومة اللي بتعمل بحالة فنية ممتازة. ورجعنا على موضوع الطرمبات وموضوع المولدات، لان المولدات دي عنصر مهم جدا في منظومه الروافع ومحطات المعالجه، المحطات ممنوع اللي هي تفصل عنها الكهرباء، فالحمد لله جميع المولدات تعمل بحاله ممتازه وتم تجربتها وتوفير الوقود اللازم عند الحاجه له. اشتغلنا على حاجه يعني برضو تكلفات معالي الوزير الدكتور عاصم الجزار من الحلول الغير تقليديه، اللي احنا عملنا الجزر والمسطحات الخضراء الكبيره مصياده لمياه الامطار. عندنا في مشروع يا فندم لو تسمح لي اوضحه لحضرتك، مشروع الطريق الغربي، كان في الاونه الاخيره تم تنفيذ تطوير لجزيره الطريق الغربي 25 متر بمدينه الشروق، وعملنا فتحات في بطول الجزيره الكامله لتكون مصياده للامطار، بدل ما تكون لو في الامطار زياده عن المعدلات الطبيعيه انا ممكن استخدم الجزيره ان تكون تخزين لمياه الامطار، وبالتالي عملت سيوله مروريه للطرق وعدم تجمع اي امطار، وده لو في زياده عن المعدلات الطبيعيه. فده من ضمن التوجيهات اللي معالي الوزير كان بيوجه لنا فيها، والحمد لله اتعمل، وان شاء الله باذن الله في جميع المشروعات القادمه اللي مثل هذه المشروعات باذن الله هنعممها على المشروعات. طيب اروح مره ثانيه للمهندس جمال فهمي نائب رئيس جهاز العبور، هنعرف طبعا من حضرتك الاستعداد لموسم المطر في العبور ازاي، ولكن التوك توك اخبار التكاتك عندكم ايه في العبور؟
الحمد لله مدينه العبور اخر سنه ونص خاليه من التوك توك تماما. اشمعنى سنه ونص يا باشمهندس؟ حضرتك يعني كل ما اسال حضرتك حاجه تقول لي سنتين في اخر سنه سنتين ونص سنتين مفيش كذا في اخر سنه. لا سنتين سنة ونص يعني. سنتين يا في اخر لا 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 اصل احنا بدانا حمله القضاء على التوك توك في اخر 4 سنين فضلت على محاور عموميه مثلا اللي تجينا من ناحيه النهضه والسلام من ناحيه بلبيس الاماكن دي كلها فبدانا نقضي عليها فتره ورا الثانيه في اخر سنتين تقريبا ما فيش ولا توك توك في مدينه العبور. انما لان احنا الظاهره ديت بدانا فعلا في محاربتها من 4 سنين مش سنه ونص. انا قصدي سنه ونص ان بيانات بتبقى من افضل قبل كده بصل حضرتك لو انا قلت على سنتين او ثلاثه على المحلات حضرتك قلت لي من سنه ونص ما فيش حاجه في الدور الارضي ما فيش حاجه سنه ونص عليه ما هو ما هو انا بجيب سنه ونص انا بجيب سنه لا انا بجيب مده قريبه عشان الذاكره ما نبقاش بنتوه المشاهد ان انا اقول سنتين ما حدش هيبقى فاكر اخر سنتين فيهم ايه اخر سنه يعني ماشي. بالنسبه لاستعداد الامطار احنا بنيجي مع نهايه استعداد الامطار بنيجي في بدايه شهر سبتمبر بناكد على جاهزيه جميع روافع الصرف الصحي لان روافع الصرف الصحي دي هي اللي بتستقبل مياه الامطار. لازم اتابع اعمال وخطط برامج الصيانه الدوريه والوقائيه للطرمبات والمحركات. لازم تكون كل رافع صرف صحي بيعمل بكفاءه كامله. احنا عندنا روافع فرعيه بترمي على روافع رئيسيه. الروافع الرئيسيه ديت هي روح المدينه لان احنا في مدينه العبور ما عندناش محطات معالجه بنرمي على الجبل الاصفر تمام. فلازم اول حاجه اتاكد ان الترمبات والمحركات سليمه ولازم اتابع مصادر التغذيه الكهربيه لان كل رافع فيه 2 مصدر كهربي ويتم التنسيق اول باول مع شركه شمال القاهره لتوزيع الكهرباء ولازم المولدات الاحتياطيه تكون سليمه ويتم تجربتها وتشغيلها على مدار كل يوم مثلا نعمل اون اوف ليها باستمرار ولازم يكون السولر متوفر باستمرار عشان في حاله المطر مش هستنى ان تجيلي سولر او اموه. تاني حاجه لازم اتابع خطه تطهير بلعات المطر وخطوط وشبكات ومطابق الصرف الصحي. عندنا برضو معدات الكسح اللي هي سيارات الكسح وسيارات الشفط وعربيه السيول وعربيه طوارئ. عملنا برضو عربيه طوارئ محمل عليها مولد 100 كيلو فولت امبير بترمبات في حاله الاماكن اللي هي بيبقى فيها ميه زياده تمام. بنشغل العربيه دي بالمولد بحيث ان انا محتاجش مصدر كهرباء. بالاضافه ان احنا عملنا تدعيم لبعض الخطوط الرئيسيه في المدينه زي خط تدعيم خط ال 1800 بالحي السادس تدعيمه بخط 1000 يرمي على رافع 6 لان كان عندنا منطقه اسمها منطقه التيسير منسوبها قريب من منسوب الرافع فكانت الميه او كميه الميه بتنزل مثلا المفروض ان المحطه تستقبلها على مدار 24 ساعه بتنزل في خلال نص ساعه او خلال ساعه فلازم انت يكون عندك القدره على التعامل معاها صح. تكون كل الخطوط والشبكات وبلعات المطر توصل الميه بسرعه للرافع يعني نقدر الحمد لله ان العبور الحمد لله يعني تمام. احنا عايزين نطمن من حضرتك ومن المهندس احمد لله. ان مفيش اي يعني ميه بتتكون مفيش ميه بتعيق حياه الناس وما يقدروا يتحركوا مفيش اي برك ميه بتحصل هو ده المهم عندنا الحمد لله يعني عندنا الانفاق الرئيسيه برضو يا فندم عندنا كانت من نقط برضو اللي بتسبب لنا مشاكل الانفاق الرئيسيه على الخط الرئيسي المحور الرئيسي بتاع العبور 3 انفاق فركبنا فيها طرمبات فكنا كانت الكهرباء احيانا تقطع فالميه منسوب الميه يعلى فين في النفق فقمنا عاملين غرف مولدات 30 كيلو وات في كل نفق بحيث ان الكهرباء معموله باي تي اس ربط اوتوماتيكي بمجرد لو مغذي الكهرباء فصل المولدات تشغل الطرمبات عظيم بحيث ان احنا يبقى دوما الانفاق في سحب للميه باستمرار وعملنا رافع برضو صرف صحي جديد بيخفف كمية المية اللي راح على رافع 1 ورافع 6 بنوجهها الاتجاه التاني اللي هو رافع 7 في المنطقة الشمالية المنطقة الصناعية الشمالية بدأنا برضو تشغيله من خلال 3-4 أيام اللي فاتوا دول. أنا شاكر جدا لحضرتك مهندس جمال برضو فاهمي رئيس جهاز العبور وشاكر جدا لحضرتك مهندس أحمد بيكي معاون رئيس جهاز الشروق شكرا جزيلا لحضرتكم.